يسعدني أن أرحب بصاحبة السعادة السيدة سامية سلوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا. Your Excellency the President. أصحاب السعادة السيد الرئيس، أصحاب الفخامة، أصحاب رؤساء دول الحكومة، السيدات والسادة، السيد الرئيس السيسي، أشكركم لجمعنا هنا حول موضوع موات في توقيته، تحقيق الإنجازات من أجل الناس ومن أجل الكوكب، وإنه لوقت مناسب لنلتقي بعد جائحة كوفيد-19. وقت للتدبر في آثار الجائحة على الطبيعة وعلى الناس وعلى الرخاء. مع الجائحة أتتنا الدروس والفرص وتذكرة لنا بالرابط بين الصحة البيئية والصحة البشرية، وتذكرة لنعيد البناء على نحو أفضل وباستدامة أكبر عن طريق تقليل بصمتنا الكربونية من أجل تحول أخضر. إن العلم ينبئنا بحجم هذه الأزمة في هذا الكوكب وآثارها على المجتمعات الضعيفة وكذلك مسار عملنا. إن جائحة عملية الإغلاق في أثناء الجائحة أعطتنا خطوات في الاتجاه الصحيح، وهو المسار الأخضر والمستدام عبر تحديث الصناعة والبنى التحتية وتسريع التنوع الاقتصادي والتنافسية وتعزيز الصمود. أصحاب الفخامة، أصحاب السعادة، أظهر العلم العلاقة المباشرة بين رخاء الناس وبين الرخاء البيئي، والاقتصادات المستندة للطبيعة هي واقع، ستكون واقع إن كان هناك رؤية مشتركة واستفادة من الفرص التي تحقق تغيرا بنيويا حقيقيا. نحن الآن في شرم الشيخ، وهي مدينة في قارة اقتصادها يعتمد بشكل صريح على الموارد الطبيعية، قارة حيث الملايين من الناس يكافحون سوء خدمات الصحة والانبعاثات وخسائر سبل العيش بسبب الآثار المناخية الشديدة. هناك تباطؤ في الأعمال الملموسة لمعالجة الخسائر والأضرار، وهذا لا يترك لنا خيارا إلا موائمة مواردنا لبناء الاقتصاد ذي المنعة أو ذي المنعة الذي يضمن بقاء الجزء الأكبر من سكاننا الذين يعتمدون على الزراعة في سبل عيشهم، وإنقاذ الناتج الإجمالي المحلي والذي يعتمد بشكل كبير على الزراعة. من ناحية أخرى، التقاعس يعني تعريض خطتنا المائية للخطر وكذلك الرخاء. ونحن أيضا وفي هذا الصدد، نحن في تنزانيا وضعنا استراتيجية لاستجابة لتغير المناخ وإسهامات محددة وطنيا مع غايات من أجل تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 35% بحلول عام 2030. بما يقدر ب 90 مليون دولار كلفة التنفيذ. السؤال الآن، كيف لبلدان مثل تنزانيا أن تعبئ هذه الأموال من أجل التخفيف والتكيف مع الآثار المناخية؟ ومع ذلك إبداء الإرادة السياسية يجعل تنزانيا تواصل توفير الموارد وكذلك تقليل انبعاثات الكربون
بنسبة 900 مليون طن كل عام، ونحن عازمون على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة من 60% في عام 2015 إلى 80% في عام 2025. تنزانيا أيضا ملتزمة بالحفاظ على 48 مليون هكتار من الغابات، وهذا يتجاوز 50% من مساحة أراضينا. وفضلا عن ذلك نزرع 200 مليون شجرة كل 3 سنوات. وما نطلبه منكم هو موائمة أسعار الكربون عالميا من أجل توفير الموارد من بلوعة الكربون. أصحاب السعادة، هذا هو نوع القيادة أو الزعامة التي تبديه البلدان النامية والتي تفتقر إلى المعارف التكنولوجية وكذلك القدرات المالية ولديها معلومات علمية محدودة. ومع ذلك، مع كل هذه القيود والمحدودية، هذا الجزء من العالم عليه أن يختار ما بين الحياة والموت. هل لدينا خيار؟ هذا هو السؤال. إلا إن تحركنا معا. وفي هذا الصدد نحث البلدان النامية لا سيما مجموعة العشرين، البلدان المتقدمة عفوا لا سيما مجموعة العشرين، على الوفاء بالتزاماتهم، وندعو لتنفيذ فعال لنقل التكنولوجيا مع إطلاق العنان للتمويل المناخي من أجل تمويل مساهماتنا المحددة وطنيا. كما نحث العالم المتقدم أيضا على زيادة طموحات المساهمات المحددة وطنيا من أجل وقف انبعاثات الغازات الدفيئة وكذلك لتقليل تركيز ثاني أكسيد الكربون. وعليه أصحاب السعادة، أصحاب الفخامة، أشكركم على حسن إصغائكم. شكرا جزيلا.